بعد ثلاث او اربع خلفاء مش فاكر اسمه توفى في بغداد، بس هم قالوا هو ما ماتش في بغداد قوي، هو ما ماتش في المدينه القديمه، المدينه توسعت، فما توسعت الخليفه نقل القصر مثلا في مكان ثاني، فالمكان الثاني ده مات فيه، بس هو قالوا ما فيش خليفه مات في المكان الايه؟ القديم، يعني بغداد القديمه اللي بنوها زمن المنصور. بعد كده التاريخ ده تاريخ خلافة المنصور، مش تاريخ يعقوب بن طارق، يعقوب بن طارق التاريخ مش معروف، ما شاء الله في اليهود تمام؟ التاريخ ده اللي هو خلافة المنصور. بعد كده جه رشيد والترجم وناس ترجموا له كتاب المقاصد. الترجم لواحد اسمه خالد بن يحيى بن البرمك كان من البرامكة، البرامكة دول كانوا مقربين من رشيد وبعد كده قلب عليهم في الايه؟ في النهاية. بيترجم كتاب المجسطي. طبعا كتاب المجسطي كتاب فرق فرق اكتر منه تنجيم، بس كانوا المنجمين بيستخدموه في الحسابات اللي تموه، كانوا بيستخرجوا منه اماكن الكواكب ومواقعها وكده. تمام؟ الفضل بن نوبخت ده كان من المنجمين المشهورين خلافه المأمون، وسهل بن بشر، وسند بن علي، وأم عشر الفلكي. طبعا أم عشر الفلكي مشهور جدا، كان منجم عبقري، كتب في كل مجالات التنجيم، له كتب كتير جدا من ضمنها المدخل الكبير في علم احكام النجوم، من ضمنها كتاب الاهرامات الكبير. ابو معشر الفلكي له قصص كتير. يقال ان هو كان رايح حج، يعني هو الاول ما كانش شغال في التنجيم ولا اي حاجه، وكان بيدرس الحدث، وكان ذاهب لرحله الحج. فهو ذاهب لرحله الحج، الحج عدى في بغداد حتى عنده مكتبه وشغال في الفرق، فقعد معاه. عجبه الموضوع، نزل حج. واشتغل في التنجيم. اشتغل في التنجيم وبقى طبعا اشهر منجمي الاسلام. له قصص كتير جدا، من ضمنها ان في ست راحت تساله بتقول له انا الخادم بتاعي وقع. فقال لها اخذه الله. تمام؟ فهي ما فهمتش. رجعت بتدور في البيت لقيت الخادم فين؟ في المصحف. ففهمت يعني ايه اخذه الله. من ضمن الحاجات برضه ان هو كان ليه ان هو كان بيصاب بالصرع في الليالي القمريه. يعني لما القمر بيبقى ممتلئ بيجيله صرع. وكان عنده امراض كتير جدا يعني. وهنتكلم عليه كمان شويه. الكندي برضه من المنجمين المشهورين ومن اعظم فلاسفه الاسلام. الكندي كان فيه ناس اسمهم بني شاكر، بني شاكر دول كانوا علماء مشهورين كانوا شغالين في بغداد. تمام؟ الكندي كان دايما على خلاف معاهم، مع بني شاكر دول. ويقال ان هم خدوا المكتبه بتاعته، استغلوا ان في الوقت ده كان في الدولة الإسلامية كان المأمون مات وكان في خلافة المتوكل وشوية المأمون كان بيشجع العلماء، المتوكل ما كانش بيشجعهم قوي. فاستغلوا الجانب ده هو واستغلوا إن في حالة من التشدد الديني موجودة وإيه يعني أوغروا صدر الخليفة تجاه الإيه؟ الكندي وقدروا ياخدوا منه المكتبة بتاعته كلها يحفظوا بيها نفسه. الخليفة في الوقت ده كان قرر إنه يعمل قناة في بغداد. تمام؟ فقال لبني شاكر دول ان هم يبنوا يعني يحفروا له القناه، فبني شاكر استعانوا بالمهندس المشهور والفلكي والمنجم وكل حاجه اللي هو الفرغاني. ابن كثير الفرغاني. الفرغاني مشهور جدا في اوروبا ويقال ان ده انت في الكوميديا اللي هي بتاعته متاثر بالفرغاني. طبعا دكتور عشان كنت بتكلم في الموضوع ده انت لا اكثر مني. ده انت متاثر جدا بالفرغاني وفي دراسات كتير بتقول ان هو خد منه كلام. تمام؟ فالمهم بني شاكر دول جم يبنوا حفروا القناه فحفرهم اعلى من نهر جيت دجله بشويه، فكده الميه مش هتخش فيها. فالخليفه اتضايق جدا لانه صرف فلوس كتير وقرر ان هو ينتقم من مصر او يقتلهم او يصلبهم على فبني شاكر خافوا جدا وراحوا رايحين لسند ابن علي المنجم كان لسه عايش. راحوا له قالوا له انقذنا. قال لهم انا هنقذكم بس تعملوا اللي انا عايزه. تدي المكتبه الكبيره. ايه اول حاجه تدي المكتبه الكبيره. بعد كده قال لهم تاني حاجه كده كده المنجمين متوقعين ان الخليفه هيموت في خلال شهرين او ثلاثه. فاحنا هنستنى لو الخليفه مات لو الخليفه مات قبل شهرين ثلاثة احنا هنقول للخليفه ان احنا هنعمل دراسات، الدراسات دي هتستغرق اربع شهور. لو الخليفه مات كلنا نموت. ما ماتش نتعدم كلنا. وفعلا مات الخليفه في خلال شهر. دي ملعبة.
ماشي بقى ممكن يكون موجود المهم انه مات. اسحاق ابن قنام ده كان من حران، وبعد كده يحيى بن منصور ابن هبنتة كتب كتاب مشهور جدا اسمه المغني في احكام النجوم. خشيار ابن لبان الجيني كتب كتاب كبير برضه في التنجيم اسمه مقدمه في احكام النجوم. الكتاب ده اللي محققه واحد ياباني، واحد ياباني، واحد ياباني محقق الكتاب ده اسمه ميتشو ياني، محققه بالانجليزي طبعا ونشر الكتاب وترجمه بالانجليزي وعليه استاذ غلام زحل من المترجمين المشهورين، تاريخه مش معروف. ابن يونس المصري، ابن يونس عاش في مصر وكان من علماء القرن الرابع الهجري. واخيرا البيروني، مش اخيرا هو في كتير بس احنا حبينا ايه نختصر البيروني اللي احنا بنتكلم في الكتاب. البيروني ابتدى في علم احكام النجوم. طبعا البيروني كان معتاد بيتكلم في كل حاجه في العلم. احنا هنستعرض العناوين وهنبدا نخش في كل علمين بعد ما خلص العلم. اتكلم في طبائع البروك، اتكلم ان في بروك ذكريه وبروك انثويه، اتكلم ان في بروك نهاريه وبروك ليليه، وابتدى يشرح حاجات كتير عن البروك. بعد ما خلص البروك اتكلم عن الكواكب، طباع الكواكب، السعاده والنحوسه، ايه اللي ساعد في الكواكب وايه اللي نحس في الكواكب، الراس والذنب، الراس والذنب دول اللي هم العقده الصاعده والعقده الهابطه بتوع القمر يعني. احنا عارفين القمر مايل على مدار الجروب بخمس درجات فبيتقابل معاه في نقطتين، فليه في نقطه فيهم وهو طالع ونقطه منهم وهو ايه وهو نازل، دي اسمها العقده الصاعده والعقده الهابطه او الراس والذنب زي ما كانوا بيسموها. دلالات الكواكب على الجهات، اشراف الكواكب وهبوطها، هنتكلم على كل حاجه. صداقه الكواكب وعداوتها، ايه الكواكب اللي صديقه لبعض وايه الكواكب اللي عدوه لبعض. الاثنى عشريات، الدرجات المذكره والمؤنثه، سهم السعاده، في مكان معين في الفلك بيتقال عليه سهم السعاده، مكان مخصوص في الفلك، هنشرح دلوقتي حاجات كتير. خلينا الاول نتكلم عن البروك. لازم شويه نتخيل السما. طيب اهي شفت شفت طب اجي دي تاني دي بتاني مش عارف ليك سيد دي زلزال حد استنى هيقسمها جزئين صح؟ تمام؟
في دايره ثانيه بتميل على الدايره دي، يعني الدايره دي بتميل على الدايره دي.